كوتي 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 ايه حبيبي انتي مسكه كويس ما شاء الله شبهك الخالق الناطق يا مدام خد يا ابني الواد ده انت بتعمل ايه ده ابني اللي لسه مخلفاه ما تقلقيش خالص ابنك في الحفظ والصون احنا مش عايزين منك غير حاجه واحده بس ده انت عصابه بقى عايزين كام؟ مليون؟ 2 مليون؟ 3000 جنيه؟ هدفعهم احنا مش عايزين فلوس يا مدام احنا كل اللي احنا عايزينه 30 كيلو 30 كيلو ايه؟ ذهب؟ كوكايين؟ عايزين 30 كيلو من اللي كنت هتدهوله نفس اللي كنت هتدهوله؟ عايزين 30 كيلو ترومة؟ لبن يا ستي لبن ملك اللي كنت هتدهوله ايه الصعب في كده؟ وليه بقرة تحتاج لبن بني آدم؟ يعني هو ليه البني آدم محتاج لبن بقرة؟ ما هو عشان شركات الألبان تشتغل وصناعة الألبان تتوحش أكتر وأكتر أمال الشركات هتتوحش إزاي؟ الله ينور عليكي دلوقتي انقلب السحر على قازم الساحر إحنا دلوقتي اللي هنشرب اللبن اللي بدون أي فايدة صحية تذكر والغني بالهرمونات والمواد المسرطنة وعشان إيه كل ده؟ ليه بتعمل كده؟ عشان تدوقي من اللي أنا دوقته أنا اتحرمت من لبن أمي وأنا صغير بس في أسرة بشرية أنقذتني وادوني لبن بشر فبقيت بقرة وعية وتوصلت لإيه كبقرة وعية؟ اكتشفت إن في حياتين مطلقتين في هذا الكون الأولى إن الإنسان بيدمر الكوكب وبيقتل كل حواليه باتجاهه لتصنيع الألبان واللحوم بالجنون والحياة التانية إن أفلام مارفل فلست وإن السوبر هيروز راحت عليهم خلاص ومفيش حاجة وجعت قلبي زي الحقيقة التانية طب لو كلامك صح يبقى بديل اللبن إيه؟ أي حاجة لبن لوز لبن جوز هند لبن شوفان مش بالسرعة دي يا بقرة I have seen enough today شوفان؟ وابني؟ ابنك معانا يا بقرة عايزين منك 30 كيلو لبن طب وليه الشوفان يحتاج لبن بقرة؟ وليه البقرة تحتاج لبن شوفان؟ أنا تحولت لأسوأ كوابيسي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح في ذروة وباء الكورونا وبينما سيادتك قاعد في بيتك وبتزداد وزنا وبتعمل بسكوت العشر دقايق العلماء كانوا بيحاولوا إن هم بأحدث التقنيات إن هم يوجدوا لقاح ضد الكورونا الجائحة اللي بتهدد ملايين بعد العلماء دوروا على علاج في مادة تانية مادة بنستهلكها كل يوم ومش حديثة ولا حاجة عمر استهلاكنا ليها بيتعدى 10,000 سنة المادة دي يا عزيزي هي اسم الحلقة اللبن في تقرير الجورنال أوف ديري ساينس وجد أن بروتين الألبان اللاكتوفرين عنده قدرة مادائية على منع فيروسات زي سارس وكوفيد من انهم يستهدفوا الخلايا مع تنشيط الجهاز المناعي ضدها بينما دراسه تانية لقت ان تناول الالبان بشكل معتدل قادر يقلل احتمالات الاصابه بكوفيد بنسبه 37% انا حاسس انت حاسس ان ده عادي مش عادي فهمت ليه يا عزيزي عادل لما ما بيشربش اللبن الصبح كل اصحابه ضحكوا عليه انا شفته بعينيا كانت رجليه قد الفتح في كتابه ملك 10000 يير هيستوري بيقول مارك كورانيسكي ان نظره البشر لللبن كماده خارقه وشفائيه مش نظره حديثه ولا حاجه لا دي بترجع لعصور وحضارات ادم بكتير زي الحضاره المصريه السومرية في الهندوسية مثلا الإله فيشنو عشان يخلع العالم بدأوا ببحر من اللبن العالم عزيز كان طبعا كورن فليكس ما هو فيشنو برضو وفي أساطير قبائل فولاني في غرب أفريقيا الكون ما احتاجش بحر ولا حاجة ده بدأ بقطرة واحدة من اللبن وفي أبرد الأماكن في العالم بنلاقي في الأساطير الإسكندنافية الصقيع لما داب في أول أيام العالم اتشكل على صورة بقرة بتدر اللبن في كناية عن بدء الحياة لو خرجنا من تاريخ الحضارات وبصينا للسماء الواسعة هنلاقي إن كلمة جالاكسي اللي هي الإنجليزية بتاعت مجرة مقطع جالا فيها دي كلمة باليوناني معناها لبن ومنها اتسمت مجرة بالميلكي واي حسب كارلسكي ميلك از ريتن انتو ذا ستوري اوف اور كوزموس قصتنا مكتوبه باللبن تعال عزيزي نجيبها من تحت قوي وهي ابو حميد اللي نزلها من غير ما تاخد اذنك عزيزي الجو حر وانا متفتح مالكش دعوه ما هو اللبن يا عزيزي جاي منين يعني من البقره يا ابو حميد اجابه صحيحه بس انا هقول لك اجابه اكثر صحه اجابه ابسط شويه اللبن ده هو بديل الدم اللي بيتغذى عليه الاطفال وهم في رحم امهاتهم يعني ببساطه هو اساس حياه كل طفل في كل فصيله من فصائل الثدييات والحقيقه كمان ان لبن الام كيميائيا هو اعقد ماده غذائيه على الاطلاق وده ببساطه عشان اول ما الجنين بيتولد اللبن بيبقى الغذاء الوحيد المناسب ليه فبيمد بكل العناصر الغذائيه اللي محتاجها من الالف للياء انت بقى يا انسان يا شحت يا اللي الشنب خط في وشك 90 سنتي لما تشوف ام من الثدييات بتقوم بارضاع ابنها من الثدييات بتتدخل ليه شنبك الابيض ده موجود وسط عيالها ليه ليه انت كبير وشحت كده ولسه بتشرب لبن وداخل بنفر في الجاموسه مع عيالها ده انت غريب قوي يا انسان السؤال المهم هنا يا عزيزي ايه اللي يخلي الانسان هو الفصيله الوحيده اللي بتتمسك باللبن بعد الفطام
بصراحه يا عزيزي العيب مش عليك، امال على مين يا ابو حميد؟ قول لي وانا اجيب لك حقك. لا يا عزيزي انه مش هينفع، لانه جدك هو السبب. جدك بتاع زمان قوي اللي هو اول جد يشرب لبن. فكر فيها يا عزيزي، الراجل ده كان بيفكر في ايه وهو بيشرب سائل ابيض طالع من بقره؟ وبعدين تعالى هنا يا جد، كنت بتفكر في ايه وانت بتحلب البقره اساسا؟ الفكره جات لك من فين؟ واحنا اصلا عرفنا ازاي ان اللبن بيتشرب؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان احنا للاسف قصينا قوي على جده في الحكم. هحكي لك قصه. اصدقائنا الاركيولوجيست او علماء الاثار عندهم نظريات ليه الانسان القديم بتاعنا بدا يشرب لبن، اللي منها مثلا حيوانات زي البقر والمعين والجواميس والجمال، كل دول كانوا موجودين حواليه طول الوقت، وبالتالي اللبن كان موجود بوفره، واللبن ده كان مصدر غذائي سريع اسرع بكتير اننا نستنى البقره تكبر ونذبحها وناكلها. يعني ببساطه اللبن كان وسيله سريعه يتحول بيها البروتين النباتي اللي بتاكله الحيوانات لبروتين حيواني لذيذ وسريع. يعني ببساطه انت خدت شويه اعشاب اللي البقره بتاكلها وحولتها لبروتين يخش جسمك. كمان اللبن مصدر كويس لفيتامين د اللي بيساعد على تقويه العظم. كمان في المناطق الجافه في نسبه ميه كبيره تروي عطش الانسان. ماشي يا ابو احمد، بس انا برضو الشك هيموتني في جدي، ايه اللي خلاه يحلب البقره ولا المعزه؟ ده خيال انا ما احبش اشوفه في جدي. عزيزي خليني اقول لك ان اخواتنا الاركيولوجيست اكتشفوا ان الانسان بيشرب اللبن لما فحصوا هياكل وعظام لبعض الناس بعض انواع الحيوانات، ولقوها في سن وحجم اكبر من سن الذبح، فاستنتجوا ان اكيد هذه الحيوانات طالما ما اتذبحتش كان ليها استخدامات تانية. خد لي بالك انت. وبرضو لقوا بقايا لبن على بعض الفخاريات، بس اكتر شويه لقوا رسم ونحت على الحيطه عليها صور حيوانات بيحلبها الانسان وبيقدم هذا اللبن الى الالهه والكهنه. يعني جده يا عزيزي ما اكتفاش ان هو يحط ايده ويحلب البقره، لا ده اجر حد يرسمه وهو بيعمل كده. الكلام ده كان من حوالي 5000 سنه قبل الميلاد. اقول لك المفاجاه، ان كل ده كان بيحصل في الصحراء الليبيه والعراق ومصر. الحرب نفسه يا عزيزي كان لازم يتم بطريقه معقده شويه. تفكرها سهله كده؟ تعال نفكر فيها مع بعض. الانسان القديم بيبص يلاقي الطفل الرضيع بيبي معزه بيبي بقره تيجي ترضع وتلاقيها ماشيه مبسوطه، الله يقرب الانسان ويحاول يفهم الطفل ده بيعمل ايه عشان يطلع اللبن من الام ويتبسط، وهنا يبدا يراقب حركه بق الطفل ويحاول يقلدها ببقه. يا ابو حميد بطل قرف بقى يا عزيزي، الله بيحاول يعمل كده بايده. بس عشان ده يحصل لازم الطفل الرضيع ابن البقره او المعزه يفضل جنبها بحيث لما واخذه كده نغفل الام. ايوه يا ست الكل، صابع ايدي هي البيبي، يلا البيبي جعان. واو يلا ايوه انا ابنك يا حاجه ممكن لو سمحت تحط لي الشاي ده. وهنا الام تنخدع وتفرز هرمون الاوكسيتوسين اللي بيحفز اللبن انه ينزل مع حركه صوابع الانسان. طبعا يا ابو حميد نزل اللبن بغض النظر عن التفاصيل، والانسان القديم نجح في هذه المهمه المعقده. تظل المشكله هنا في حاجه، ان اللبن ده تركيبه عجيبه جدا مصمم انه يطلع دايركت من جسم الام لجسم الطفل بدون اي تدخلات او مواد ناقله. بمجرد ما اللبن بيطلع من جسم الام ويتساب شويه تهجم عليه الميكروبات. طب ما دي مشكله يا ابو حميد، اللبن بتاعنا هيبقى كله بكتيريا وهيبقى مسمم ومش هنقدر نخزنه. مع فرطاك انت الموضوع ده. اقول لك بالعكس يا عزيزي، ده هناك بحث لعلماء الايفولوشنري جينيتكس والباليو اركيولوجي في جامعه جون هوبكنز بيشرحوا ان الانسان القديم اساسا ما كانش يقدر يهضم اللبن. ايه يعني جدي عمل كل ده على الفاضي؟ لا يا عزيزي، ما يقدروش يهضموه وهو طازه لسه نازل من بقره. وده لان في العصر الحجري معظم الشعوب في الشرق الاوسط وغرب اسيا كان عندهم ما يسمى دلوقتي باللاكتوز انتوليرنس، فبالتالي الميكروبات اللذيذه دي اللي اسمها لاكتيك اسيد بكتيريا تدخل على اللبن تعمل له شويه تخمر فيرمنتيشن تخليه ممكن يتهضم بسهوله. وده مش بس الانسان القديم او العصر الحجري، ابحاث كتير بتؤكد ان شعوب كتير لحد دلوقتي في افريقيا وشرق اسيا وجنوب اوروبا وسكان اصليين في امريكا ما يقدروش يهضموا اللبن كده بدون تخمر. تلف ببقك يا ابو حميد، خمره ايه اللي عايز تشربهاني؟ يا عزيزي اهدى، انت عايز تعصب وخلاص؟ اللبن ليه مبوظ اعصابك؟ اهدى. وصول اللبن لكوبايه القهوه بتاعتك ووصوله النهارده لمكانته الحاليه كسائل موجود كل يوم في اي سوبر ماركت، لدرجه المحلات بتحطه في اخر السوبر ماركت عشان الناس تخش لحد جوه فتعدي على كل المنتجات التانية. وكمان كان بيستخدم كسوبر فود في بعض الاحيان. وكمان وصول البقره كأم بديله للانسان البالغ، وده فكره شعريه جدا، دي ام بتدي الانسان البالغ لبن طول السنه البقره. دي قصه اعقد بكتير من جده اللي كان اللبن بالنسبه له هو مشروب زي الرايب بناخده كده من الحيوانات وقت معين من السنه بعد ما الانثى بتولد. تعال عزيزي نرجع بالزمن لورا شويه، في منطقه انت بتحبها قوي في نص القرن 17، عارفك انت بتعز القرن 17، بيبدا يظهر طلب كبير جدا على اللبن وبالذات من اثرياء الدول الغربيه، والطلب ده اكبر بكتير من اللبن المعروض ومن البقر الموجود. ومن ساعتها وبيزيد الطلب على اللبن عالميا بمعدل حوالي 3% او اكتر كل سنه. والطلب ده له حل واحد، يا اما حيوانات اكتر ولبن اكتر، يا اما حل اكثر ذكاء، وهو اننا نلاقي وسيله نخلي البقره الواحده تدينا لبن اكتر، تشد حيلها معانا كده وتشغل الشغل. طب ليه يا ابو حميد الطلب على اللبن زاد؟
فيها ابحاث كتيره بتظهر في التمرينات بتؤكد ان لبن اكسير الحياه، المشروب المعجزه اللي بيحل كل مشاكلك واحزانك واوجاعك. جورج تشين مثلا هو دكتور في انجلترا بيقول ان اللبن ده اعظم ماده في التاريخ، وبيقوم عامل نظام غذائي كامل مبني على اللبن اسمه ذا ميلك دايت. بيقول فيه ان اللبن ده هيعالج امراض كتير قوي. فتلاقي خبراء التغذيه مثلا في الصين يقول لك يلا شرب ابنك لبن بقر عشان اللبن هيخلي اطفالنا طوال وفرعين زي الامريكان. وفي الهند وامريكا تلاقيهم بيقولوا ان اللبن بيساعد الاطفال على النمو بالذات في حته الطول دي، ويلاقوا ان الرجاله الطويله بيتجوزوا اسرع فيقوموا يشربوا لبن عشان يطولوا ويتجوزوا. عشان تعرف ماما ليه كانت عايزانا نشرب لبن الصبح؟ عشان تكبر وتتجوز. وكل اصحابك برضو يضحكوا عليك مش هيحصل حاجه كده وكده يا عزيزي هيضحك عليك. محمد فوزي قالها بنلاقي يا عزيزي اللبن بيخش في الثقافه الشعبيه، بنلاقيه في الاعلانات، حمله معروفه باسم جات ميلك اللي ظهرت في امريكا في التسعينات، وفيها هتلاقي اشهر لعيبه كوره وملكات جمال مع نخبه من المع الفنانين زي الباك ستريت بويز وبريتني سبيرز وديفيد بيكهام طالعين بشنبه اللبن البيضاء وفرحانين بيها قوي. ده انا عينيا ليكم يا نخبه حلوه اللي بتوجهوني، انا اساسا عايز ابقى منساق اشرب اللبن، انا بحب الاعلانات وبصدق فيها كل حاجه فيها. في هذه المعارك التسويقيه بيبدا اللبن يعلن كسوبر فود او ماده خارقه هتخلي جسمك اقوى وتخليك رجل المرحله، تبني البلاد، تعلي الامجاد، ربي الولاد. هو ده نفس الوقت اللي هتظهر فيه ابحاث في طب الاطفال البيدياتريكس اللي بتقترح لبن البقر في صوره فورمولا كبديل للبن الام. ولكن المشكله هنا ان لبن اي حيوان تاني مستحيل يكون زي لبن الام. ده غير طبعا المشكله الاكبر ان اللبن بيبوظ بسرعه، يعني صعب جدا ان هو يخضع للقوانين الطبيعيه لاي ماده غذائيه تانيه في السوق اللي سهل تنتقل من مكان لمكان في مده طويله، وهنحتاج ثلاجات عشان نتاكد ان اللبن يفضل سليم. المشكله الاهم يا عزيزي هي البقره، يا حبه عيني ما عادتش قادره تلاح على كوبايه اللبن بتاعه حماده، والشاي بلبن بتاع ام حماده، واللاتيه بتاع اخت حماده، والبشاميل اللي هيتغدوا بيه، والمهلبيه اللي هيحلوا بيها، وانا الحق اكل ولاد انا امتى كبقره يعني. وهنا يظهر الحل في خطه شريره جدا تتحول فيها البقره من ام غلبانه بتاكل عيالها لكائن مخيف بتسميه المؤرخه باربرا اورلاند ما يسمى بالتيربو كاوز. بقر التيربو ده اخر مستوى في البقره اللي هي تدي لبن كتير قوي طول السنه، فتلاقي منظومه انتاج هذا اللبن تتحول بفضل هذه تيربو كاو تحول مهول خلال 50 سنه الاخيره. والتحول ده بيعتمد على فلوس كتير جدا، ابحاث رايحه جايه وتكنولوجيا رهيبه. اول حاجه بتبدا تظهر مجموعه من التطورات التكنولوجيه اللي من خلالها نقدر نحقق المعادله الصعبه، وهي ضمان وجود لبن كل يوم بنفس الجوده طول السنه، نفس اللون نفس الشكل، وكمان ممكن اي انسان من اي صنف او اي نوع يقدر يخدمه. هنا يظهر يا عزيزي ما يعرف بالسايلج. السايلج ده بيحفظ البرسيم انه يبوظ، فبيتحط البرسيم فوق بعض كده بشكل اسطواني اسمه سايلو، ونقفل على السايلو ونسيب البرسيم جوه ومعاه بقيه المواد الخضراء تتخمر وتتظبط وتاخد وتدي مع بعضها، وكل ما نحتاج منها نطلع اكل طازه اخضر للبقره. يعني هو ببساطه يا عزيزي بيحفظ البرسيم، بيخلي البرسيم غذاء موجود طول الوقت، هتدي البقره برسيم حلو، هتطلع لك لبن حلو. بكده يا عزيزي نكون حلينا اول مشكله بتواجه البقره عشان تعمل لبن، وهي موسميه البرسيم والاكل الاخضر اللي بيساعدها تربرب وتدينا اللبن التمام. يلا يا ست الكل مالكيش حجه. اما بقى المشكله الثانيه اللي قلت لك عليها، وهي ان اللبن بالصلاه على النبي بيتغير لما يسيب الام، بيشوف العالم الخارجي من هنا تيجي له البكتيريا من هنا ويتغير شكله وهيئته. طب يا ابو حماد انا عايز اشرب اللبن زي الناس بتاعت الاعلانات دي اعمل ايه؟ هنا تظهر معانا تكنولوجيا جديده اكيد سمعت عنها، البسترة، اللي من خلالها بيتم تسخين اللبن لدرجه حراره معينه عشان تقتل كل البكتيريا اللي دخلت اللبن اول ما ساب جسم الام. البسترة وضحت اهميتها خصوصا لما امريكا بتصدر قانون تحديدا في ولايه ميشيغان على اي لبن بيتباع في الاسواق. المشكله الثالثه هي كميه اللبن اللي البقره تقدر تديها. البقره عيني مش عارفه تلاقي على عيالها ولا على السوق، والطلب على اللبن عمال يزيد. نجيب من ايه؟ سايلج وعملنا بسترة وبسترنا برضو مش لاحقين، والبقره بتموت مني يا جماعه. يجوا هنا الدكاتره الافاضل يقولوا لنا حاجه مهمه خالص، وهي ان كميه اللبن وجودته بتعتمد على حاجتين اساسيتين، اولا نوع الاكل، وثانيا هي هرمونات البقره اللي بتحفز عمل اللبن. طب نيجي للخيال الاول نوع الاكل، هتلاقي شركات العلف بتتضخم وتبدا في عمليه هندسه وتغيير دايت البقره او نظامها الغذائي. تخيل يا عزيزي يبقى في دايت اسمه دايت البقره، ده اكيد نبعد عنه. يبدا العلماء يهندسوا اكل البقره بحيث انها تطلع لبن اكتر، فيخلوا الاكل فيه بروتين عالي قوي. خد بالك مش انت لوحدك اللي محتاج بروتين، هنا البروتين بيجي للبقره من مكونات زي فول الصويا وغيرها من الحبوب والمحاصيل اللي عاده البقره ما كانتش بتاكلها بهذه الكميات المهوله قبل كده. فالبقره بيبدا يحصل لها عمليه بالكينج وعمليه شريدنج. البقره عزيزي بتبلك وبتشرد. طب يا ابو احمد معلش يعني المشكله الثانيه بتاعت هرمونات البقره دي اعمل فيها ايه؟ احتويها؟ اصلح حاجات ما بوظتهاش؟ اسمع عزيز مرقه، الهرمونات دي يا عزيزي حكايتها حكايه. هتقول لي يا ابو احمد سنه 1985 تحديدا بيتم نشر مقاله في منتهى الاهميه في مجله علميه مهمه اسمها ذا جورنال اوف ديلي ساينس، اللي من ضمن كاتبين هذه المقاله اثنين موظفين في واحده من اكبر واخطر شركات الزراعه وتكنولوجيتها المخيفه، وهي شركه امريكيه اسمها مونسانتو. المهم يجوا المونسانتانويين دول ويقولوا ان الاكتشاف اللي توصلوا ليه بعد ابحاث عديده وتجارب كتيره، وهو انهم بداوا يبيعوا هرمون السوماتوتروبين اللي بتفرزه الغده النخاميه البيتو
تريجلاند واللي مسؤول عن تحفيز النمو وتحديدا تحفيز افراز اللبن عند البقر. وادوله اسم البوسيلاك. وطبعا يا عزيزي الهرمون اللي بتعرضه مونسانتو في السوق هو هرمون معدل جينيا عشان يبقى مركز اكتر. تديني بوسيلاك اديك سيريلاك. طبعا بعدها تظهر اراء واشاعات متضاربه وابحاث بتقول ان اللبن اللي جاي من هذه البقره اخطاره كتيره جدا، وابحاث بتقول ان البقر اللي واخد هذه الماده اللبن اللي جاي منه خطير جدا، ممكن اضراره توصل للسرطان. انت كده يا عزيزي فهمت الفكره اللي تحولت فيها البقره الضاحكه اللي كانت بس بتاكل عيالها لخط انتاج بيخدم على سوق ما بيشبعش، سوق مكون من كل البشر تقريبا. التطور اللي حصل للبقره ما كانش طبيعي بل كان صناعي وصناعي جدا كمان، ادى ان البقره تتحول الى ميلك ماشين، مكنه لبن، والمكنه دي وراها جيوش من الفلوس والابحاث اللي مهمتها انها تتاكد ان المكنه دي تفضل شغاله. تمر السنين يا عزيزي والعيال تكبر وشنبها يكبر والبقرة الحلوب التربو بتقوم بدورها على أكمل وجه، وهنا تحدث المفاجأة الغير متوقعة. ده يا ابو احمد ده بيت بوكس، ما تسخرش عزيزي من حس الدرامي. مثلا انتاج اللبن في امريكا والهند بقى اكتر بكتير من استهلاك اللبن. يا ابو احمد بعد كل البقره عملته عشانك ده مش عايز تستهلك لبنها؟ خليني يا عزيزي اسالك سؤال صعباني شويه، تفتكر كوبايه اللبن اللي بتطلع من التربو كاو المستعجله دي بكل التكنولوجيا والابحاث والناس اللي لابسه ابيض في باور فاميلي دي، هل هو شبه اللبن اللي احنا بدانا بيه الحلقه اللي كان جدك وجدي بيشربوه زمان؟ هل ينفع نقول على الاثنين انهم نفس اللبن؟ القصه هنا ان اللبن في بدايه حياته كان جزء من علاقه موسميه وكمان قويه بين الانسان وبين حيوانات كتير، حتى البكتيريا كانت بتساعد ان اللبن يتهضم بسهوله. بس النهارده لما ننام كام سنه ونصحى نلاقي اللبن مسيطر بصوره مخيفه ومهيمنه، ونلاقي اكتر من 6 انواع مختلفه من سوائل غريبه بنجيبها من نباتات زي اللوز وجوز الهند والشوفان، ويقول لك هوب اشرب حط على قهوتك. السؤال هنا يا عزيزي ليه بنعمل كل ده؟ ليه عايزين نسمي السوائل دي لبن بالعافيه؟ ليه لازم الموضوع يبقى فيه لبن اصلا؟ ليه اللبن بقى مهم قوي كده؟ وايه المواصفات اللي تخلينا نوصف سائل معين انه لبن؟ الحقيقه يا عزيزي ما نعرفش اجابات لكل هذه الاسئله، ولكن نعرف ان اللبن أصبح جزء مهم جدا من حياتنا ومن ثقافتنا ومن أكلنا. قصته أكبر بكتير من كوباية الشاي. اللبن مادة غذائية زيها زي أي مادة تانية. اللبن له فوائد كويسة بس مش هو أكسير الحياة، وبرضه ليه أضرار بس برضه ما هوش سم خاطر. قيمته الحالية مرتبطة بمفاهيم ثقافية واجتماعية ودعائية بخصوص الصحة والجسم والشكل، والمفاهيم دي يا عزيزي زي ما انت شفت في هذا البرنامج عمالة كل شوية تتغير. وجود اللبن بالكميات المهولة والشكل الموحد ده طول السنة بيعتمد على بنية تحتية قوية قوي وفلوس كتير وتكنولوجيا معقدة. خلينا نسأل نفسينا هو احنا وصلنا هنا ازاي؟ وهل كان لازم كل الجهد ده؟ يوم نغفل البقر ونحلبه ويوم نغفل اللوز وهي ماشية معانا. بس تيجي في النهاية المؤرخة وباحثة الطعام آن مندلسون اننا مثلا حصرنا اللبن في ادوار محدودة قوي زي القهوة والشاي وبعض الاكل، بس هي بتفكرنا ان من زمان ولحد دلوقتي في اماكن ومجتمعات عندها طرق مختلفة لتحضير اللبن زي اللبن الرايب والزبادي والكفر اللي شبه الرايب، وان اللبن برضو بيجي من حيوانات كتير زي الجاموس والبقر والمعيز والجمال والحصان. حتى لو مش هنشرب اللبن بتاعهم فعلى الاقل نفكر او نفتكر ان اللبن مش بس بقره وكوبايه شاي، وان في دروس كتير ووصفات اكتر ممكن نتعلمها من اجدادنا القدام او من الثقافات المختلفه حوالينا اللي عندهم طرق مختلفه في تعاملهم مع الحيوانات والموارد اللي بتقدمها الحيوانات دي. عسى اني يخف الحمل على البقره شويه. بس كده عزيزي اخيرا وليس اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، انزل نبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. واحد يقول لي يا ابو احمد انت بتحب تشرب ايه؟ والله يا عزيزي انا بحب اشرب المر من كعاني، بقوم حلبهم كده، اروح عند الكوع واحلب. مش محتاج اقول لك ان الحركه صعبه جدا. اعصر لك معايا؟ اعصر لك.